النهارده جايين نتكلم معاكم عن أشهر 6 أسباب لوجع البطن، التشخيص والعلاج، بس بعد الفاصل انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الدكتور أحمد عطية دهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية اسطنبول. خلونا يا جماعة نتكلم بشكل مباشر عن أسباب وجع البطن. يا دكتور، إيه هي أسباب وجع البطن؟ هنتكلم عن أشهر الأسباب اللي بتحصل عند النساء، اللي هو المنسيس بين. يعني إيه يا دكتور منسيس بين؟ اللي هو وجع الدورة. خلال فترة الحيض بتفرز هرمون اسمه البروستاجلاندين علشان يتخلص من كمية الدم الزايدة هذا الهرمون، ونتيجة حساسية أو الست من هذا الهرمون بيحصل تقلصات في أسفل البطن، وده اللي بيفسر لنا نتيجة حدوث وجع البطن أثناء الحيض. السبب الثاني من ضمن أسباب الأبدومينال بين الجاسترايتس والبيبتيك ألسر. العرض الأساسي وجع في البطن والصدر مع حموضة شديدة بتزيد مع الاكل والنوم. دلوقتي يا جماعه هنتكلم عن السبب الثالث من اسباب الابدومينال بين، اللي هو وجع العضلات او التيشو بين. ما نيجي يا جماعه نتكلم عن التيشو بين، نقدر نقول ان هو وجع في الجنب. الوجع اللي في الجنب بيزيد مع الحركه وبيقل مع الراحه، وبيكون جاي اما من العضلات او جاي من الاربطه. نتكلم بقى دلوقتي يا جماعه عن السبب الرابع من ضمن اسباب وجع البطن، اللي هو وجع الصفره. ما نيجي نتكلم عن وجع الصفره، نقدر نقول عليه ان هو وجع في الجانب الايمن والصدر، بيسمع في الكتف والايد الشمال. دي بتجي لنا العياده في عمر الاربعينات او عمر الخمسينات، وغالبا بيكون عندها سمنه مغص الكلوي. ما نيجي نتكلم عن المغص الكلوي، نقدر نقول ان هو وجع في الجنب الشمال او اليمين، بيسمع في الظهر او الاعضاء التناسليه، وقد يكون عنده تاريخ مرضي لحصوات الزايده. طبعا كلنا عارفين مغص الزايده، لكن احنا دلوقتي دورنا طب يا دكتور نعرف مغص الزايده ازاي؟ نقدر نعرف مغص الزايده بشكل بسيط قوي، ان هو عباره عن وجع في الجنب اليمين بيبدأ حوالين السرة، ممكن يكون مصحوب بترجيع أو سخونية. مش بس كده، طب يا دكتور هل في حاجات ممكن نعرفها تانية تسهل لنا عملية تشخيص مغص الزايدة دي؟ نقدر نعرفها بشكل بسيط قوي من خلال لو احنا حطينا ايدينا في مكان الوجع بيزيد الوجع، لو شيلنا ايدينا من مكان الوجع بيزيد اكتر، لو ورفعنا رجل العيان تجاه بطنه بيزيد اكتر واكتر. طب يا دكتور دلوقتي بشكل بسيط نقدر نفرق ما بين، حضرتك توهتنا شويه في ودوم، طبعا من اخطر الحاجات اللي بتقابلنا في العياده، والزايده دي طبعا ناس بتعمل كل يوم عمليات في المستشفيات، فعشان كده انا جاي اقول لكم ايه الخطوات المتبعه اللي احنا بنمشي بيها في العيادات، بحيث ان احنا نعرف نتعامل مع الحاله بشكل صحيح. بقى بديهي بيتكرر من كل الناس، طب يا دكتور انا دلوقتي اعمل ايه علشان اعرف اميز ما بين المغص الكلوي ومغص الزايده؟ بشكل بسيط علشان نميز ما بين مغص الكلوي ومغص الزايده، نقدر اما الحاله بتجي لنا العياده بنديها امبول بسكوبان او اي بديل تاني، وده عباره عن مضاد للتقلصات. لو التقلصات راحت يبقى ده مغص كلوي، لو ما راحتش يبقى دي بنشتبه ان في زايده، وبنعمل فحوصات تلفزيونيه علشان نتاكد بنفسنا ان هي بالفعل زايده. يا جماعه في البدايه الحل، دلوقتي السؤال اللي بيتردد لكتير من الناس، احنا اتكلمنا عن التشخيص، عرفنا ان احنا نشخص، بس برضو في شويه حاجات متلخبطه مع بعضها زي المغص الكلوي والمغص الزايده، ازاي افرق ما بينهم؟ بشكل بسيط يا جماعه، المريض مثلا سواء كان مغص كلوي او مغص زايده بيجي عندنا العياده، اول حاجه بنديله مضاد للتقلصات زي البسكوبان او اي بديل اخر. أمبول بسكوبان بنديهوله، تحسن يبقى احنا بنقول ان ده مغص كلوي، ما تحسنش بنقول ان دي زايدة، ونبدأ نعمل فحوصات اكثر دقة علشان نتأكد بالفعل ان هو عنده زايدة. طب ايه هي يا دكتور الفحوصات اللي احنا نقدر من خلالها نشخص الزايدة؟ بشكل بسيط بنعمل صورة دم كاملة، لو خلايا الدم البيضاء او الوايت سيز طلعت عالية. مش بس كده، بنعمل أشعة تلفزيونية معاها، يعني بنعمل أشعة تلفزيونية مع صورة دم كاملة، النتيجة بتاعت الاتنين بتأكد لنا وجود الزايد. لو طلع عندنا زايدة طبعا بيتحجز في المستشفى عشان يتعمل له عملية، لو طلع فشل، لو طلع مغص كلوي بنديله حاجة مضادة للتقلصات، و
وبنعالج الحصوة. لو اتأكدنا انها مغص كلوي بنعطي مسكن وبنعالج الحصوة. لو اتأكدنا انها من وجع العضلات بندي مسكن وبنقلل الحركة وبنديله حاجة فيتامين بي عشان نقوي الأعصاب ونخفف من حدة الألم. لو اتأكدنا إنها بسبب قرحة أو حموضة المعدة بندي أدوية الحموضة، وبنصح كل الناس اللي ما شافتش الفيديو بتاع علاج قرحة المعدة وحموضة المعدة يرجعوا ليه، لأن فيه تفاصيل كاملة عن التشخيص، الأسباب والتشخيص والعلاج والروشتة الطبية اللي بتتكتب داخل العيادة. اتكلمنا بشكل مفصل، بنصح كل الناس اللي ما شافتش الفيديو ده لحد دلوقتي تخش بشكل مباشر دلوقتي وتتفرج عليه. ده اتكلمنا يا جماعة دلوقتي عن الأسباب والتشخيص والعلاج. نطلع بقى على السبورة علشان نكتب روشتة بتاعتنا. نقدر نقول هندي حاجة اسمها بوسكوبان، ده أمبول، ده حقنة وريد الآن بياخدها في نفس الوقت. لو استريح، لو استريح عليها خلاص يبقى ده مغص كلوي وهنعالجه بقى. لو مغص كلوي هنديله معاه مسكن. مسكن زي ايه؟ زي ادولور مثلا، دولور امبول، او مثلا كيتولاك، كيتولاك امبول، دي برضو حقنة وريد، دي حقنة وريد او عضل الان، يعني في نفس الوقت اللي هيجي فيه المريض. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. طب لغير المتخصصين اللي بيشاهدونا بننصحهم، تمام، اعرف هذه المعلومات، مهمة جدا ان انت يكون عندك وعي صحي ويكون عندك ثقافة طبية، لكن قبل ما تستخدم اي دواء ارجع لطبيبك علشان تتأكد ان مفيش تداخلات دوائية، وعلشان يشخص حالتك الصحية بشكل دقيق وما تقعش في ورطة اي اثار جانبية لاي ادوية. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه الدهشان. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. عايز منكم كلكم بلا استثناء انزل اعمل لايك او ديسلايك لو مش عجبك الفيديو، يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك، مش عجبك الفيديو اعمل ديسلايك، علشان حتى انا اقيم نفسي واعدل من نفسي بشكل مستمر بحيث ان الجميع يستفيد. شاركوا الفيديو فالدال على الخير كفاعله. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطيه الدهشان رئيس الجمعيه الطبيه العموميه للتغذيه العلاجيه. دمتم بصحه وعافية، انتظرونا في حلقة جديدة.